منين؟ لا من اللجنه، لا من اللجنه الاولمبيه، ولا من الجهه الاداريه، ولا من اللجنه القضائيه المؤخره المشرفه على الانتخابات. احنا ما خدناهوش. عادة بتجيلكوا امتى؟ احنا بنستلم وقت اللي بعد اعلان النتيجه بنستلمه، لان احنا الجهه اللي داعيين. احنا يا احمد بيه الجهه اللي داعيين الهيئه القضائيه الموقره للاشراف على الانتخابات، وليست اللجنه الاولمبيه وليست الجهه الاداريه. ده يعني احنا معاكم القايمين بس بعمليه دلوقتي الدعوه. الاعلان اللي تم الاعلان على الهواء بس، ده اللي عندكم، بس فقط، ما وده اللي عندكوش احنا ورق ولا مستندات ولا اي حاجه. ما عندناش اي ورق بالمحضر ده، المحضر ده فقط مع الجهه الاداريه ومع الهيئه القضائيه الموقره اللي اعدت هذا المحضر. طيب خطيبته فين يا جماعه خطبنا ولا ما بالفعل، خطبتوش؟ خطبنا بالفعل زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، لان كان الموضوع قراءه المحضر الاعلان عن النتيجه كان مذاع على الهواء، فعندنا مسجل المحضر. نعم. لا أنا فاحنا بتكلم على استندنا ورق رسمي، الورق الرسمي احنا غير خطبنا الإعلان، ثلاث الإعلان جهات. خلاص إعلان كاشف وهيئة قضائية محترمة قضاء أجلاء، تمام. خلاص هو كاشف محدش بيغير في النتيجة، ولكن بتكلم على الورق اللي هو يبقى موجود عندكم مسنداتكم. الورق اللي موجود عندنا هو فقط ورق التصويت، ده اللي موجود متحرز عندنا. الحاجة الثانية، الجوابات اللي احنا اطلقناها وبعتناها وارسلناها، ارسلنا جواب لوزارة الرياضة المصرية بنوضح فيها صحة الاجراءات التي تمت، وان الاجراءات دي كانت باشراف كامل وبخطوة بكل خطوة بالتنسيق مع الجهة الادارية التابعة لوزارة الرياضة. ده كان خطاب مهم جدا، ده بعتناه للوزارة وتم تسليمه بالامس. ايضا بعتنا خطاب للجنة الاولمبية المصرية، بعتنا لها خطاب برضو بنفس النصوص اللي تم الاستناد اليها ورغبتنا في تطبيق صحيح القانون واعلان النتيجه وفقا للاصوات الحاصل عليها كل فئه، كل فئه منصب الرئيس، منصب نائب الرئيس، منصب امين الصندوق، وان يكون تشكيل النادي الاهلي مكتملا. بعثنا ايضا للهيئه قضاء الدوله الموقره، بعثنا لها خطاب بنطلب فيه ان احنا ان شاء الله يكون اعلان النتيجه كما وفقا للنظام الاساسي وصحيح الماده 43 اللي بتؤكد على ان السيد المرشح لمنصب نائب الرئيس تم عرضه على الجمعيه العموميه وحصل على اكثر من 94% من اصوات الحاضرين وفقا لصحيح النظام الاساسي الصادر عن النادي الاهلي والمعتمد من اللجنه الاولمبيه المصريه. هل عندكم تفسير بصراحه؟ التفسير الوحيد اللي عندنا ان النادي الاهلي هيلتزم بمجموعة من المبادئ اللي عبر تاريخه بيلتزم بيها، اللي هي واحد، أن النادي الأهلي يحترم أحكام القضاء وتم الامتثال لها بالكامل. اثنين، أن النادي الأهلي يحترم نظامه الأساسي ويحترم جمعيته العمومية ولديه ثقة كاملة في جمعيته العمومية وتقدير كامل لها، لأنها تحملت مسؤوليتها التاريخية على مدار تاريخ النادي الأهلي منذ 1907 ويتتحمل مسؤوليتها في اتخاذ ما يلزم من اختيار من يمثلها ويقود النادي الاهلي، وعلينا ان نحترم راي الجمعيه العموميه. رقم ثلاثه، ان احنا ايضا بنحترم سلطات الهيئات المصريه المشرفه على الرياضه وتم التنسيق معها بالكامل واحترام ادوارها، وعليها ان تبادلنا الحرص، عليها ان تبادلنا الحرص في استقرار النادي الاهلي الذي هو مستقر طوال تاريخه والذي يغذي اكثر من 60% من المنتخبات الوطنيه. معاليك مشكورا تفضلت في بدايه التقديم ان النادي الاهلي لديه مشكله في ان بطوله كاس العالم للانديه تتعارض مع بطوله الامم الافريقيه الذي يمثل من ابناء النادي الاهلي 8 من اللاعبين الوطنيين و3 من اللاعبين الافارقه من بدر بنون المغرب، معلول تونس، ديانج مالي، 3 بالاضافه للثمانيه اللي هم اولاد جمهوريه مصر العربيه، يبقى 11 لاعب بيمثلوا 50% من عدد اللاعبين المختارين ان شاء الله للمنتخب الوطني اللي نقبل ان شاء الله انه يستمر في ريادته للقاره الافريقيه ويفوز في هذه البطوله. انا بدي لحضرتك مثال عملي واضح عن مكانه النادي الاهلي التاريخيه في دعم المنتخبات الوطنيه، ده الدور الاساسي بتاع النادي الاهلي. فيجب العمل على ان الناس تبادلنا الحرص على استقرار هذا النادي العريق، ان مجلس ادارته يكون مستقر، النادي الاهلي سند وداعم للرياضه الوطنيه المصريه. ماذا او تحركه القادم ايه في حاله الاصرار على التمسك برفض وجود العمري فاروق
كنائب للرئيس وانه خارج المجلس حتى شهر يوليو القادم او ربما نوفمبر القادم كمان. الحقيقه نحن دائما نمتثل للقانون ولا نتخذ اي اجراءات تخالف القانون، وسوف نتمسك بتطبيق احكام القانون المصري في الحقيقه، واحنا عندنا نموذج فريد وقدوه احنا في الحقيقه بنتمسك بيها وبناخدها كقدوه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية حتى الأفراد الذين اعتدوا على مصر كان حريص أن يسمح لهم بتطبيق القانون، وانتظر تطبيق القانون على الرغم من الألم الذي كان يعتصر قلوب المصريين، لكن احترام القانون هو مبدأ أساسي للدولة المصرية تقدمه للعالم، والنادي الأهلي أيضا سوف يحترم القانون ويتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي الأهلي والحفاظ على حقوق أعضاء جمعيته العمومية، لأننا في دولة مصرية نثق فيها كل الثقة وفي مؤسساتها القضائية كل الثقة وثقة كاملة ونفتخر بها أيضا. هل اللي بيتعمل مع الأهلي قانوني ولا تعنت خارج سياق القانون؟ نأمل ونتمنى ألا يكون تعنت. ونتمنى ألا يكون تعنت. نعم نأمل نأمل. لحد امتى هنقول انه نامل وما يبقاش تعنت؟ لحد امتى؟ الى ان نجد ان هناك اصرار فسوف نتخذ طريق القانون. طريق القانون ممكن تروحوا فين؟ الحقيقه القانون حط ضوابط واضحه جدا، والنادي الاهلي في الحقيقه يمتلك من الخبرات الكبيره التي تتمتع بخلفيه قانونيه. انا عايز اقول لمعاليك أن معالي المستشار الجليل محمود بيه فهمي كان موجود يوم السبت مع الكابتن محمود الخطيب ثاني يوم الانتخابات، حضر معانا اجتماع مناقشة هذه المشكلة، وده واحد من المستشارين الأجلاء اللي هم بيقدموا مدرسة فريدة. فالنادي الأهلي عنده خبراته القانونية، عنده الكفاءات اللي تقدر تدرس موضوعاته بشكل كويس،